السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة المشاهد وطيورها. عاوز أقول لكل إخواتي وحبايب قلبي يا رب وكل المتابعين معايا على القناة، إذا كان طبعا من مصر أو من أي دولة عربية، كل سنة وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعلى الجميع إن شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا النهارده كده طلعت على السطح، طبعا كنت مشغوله من امبارح بقى عشان انتم عارفين طبعا رمضان وتحضيراته. كل سنه وانتم طيبين. طلعت النهارده على السطح، كانت في درجه حراره عاليه جدا، فطلعت لقيت البطه زي ما انتم شايفينها كده، يعني لا حول لها ولا قوه. حطيت للبط كله، حطيت له الاكل بتاعه، حطيت له الميه وكده. انا كنت عندهم الصبح وكانت كويسه، يعني كانت ماشيه مفيش فيها اي حاجه. طلعت بقى بعد العصر كده، شايفه يعني اتلقيتها زي ما انتم شايفينها كده. طبعا هي ما كانتش في وسط البط، كانت قاعده كده تحت ضليله انا عاملاها لهم عشان يقعدوا فيها تحتيها كده لما يكون الجو شمسي وكده. فطلعت اتلقيتها زي ما انتم شايفين. طبعا شدتها بقى من تحت الضليله دي كده ومسكتها، اتلقيت درجه حراره البطه. انتم عارفين الطفل اللي حراره جسمه 40، البطه سخنه جدا جدا لدرجه ان انا يعني اتجعست اول مره اشوف موقف من ده كده. اتلاقيت طبعا المنقار بتاعها او بقها اتلاقيته سخن جدا، وزي ما انتم شايفين ملهاش صوت خالص، يعني هي عماله تفتح بقها كده ما بتطلعش صوت ولا بتجعجع ولا اي حاجه في الدنيا ولا طلع لها اي صوت. مسكت برضو رجليها برضو مولعه نار. طب ايه الحل؟ طب ايه اللي انا هعمله معاها؟ انا بصراحه ربنا كل اللي انا عملته معاها انا كنت هذبحها، يعني قلت بقى خلاص هي كده. كانت برضو البطه اللي كانت قبلها حصل لها نفس الموقف ده، بس انا هقول لكم ايه الاسباب اللي ممكن تحصل البط بتاعك او انتوا تشوفوه كده تبقى عارفه السبب ايه. طبعا احنا عارفين كلنا السورمانيلا ديت بتبقى خلاص، يعني هي بتبقى البط كده داخله على دور سورمانيلا، فاحنا طبعا لازم نعالجها. بتتعالج بايه؟ بتتاخد بتديها حقن كده عضل، او بتديها لها كده في الورك بتاعها سنتي كل يوم لمده 5 ايام. كان عندي حصل عندي نفس الموضوع ده في بطه مسكوفي، كان في ذكر، وبرده تلاقيته برده كده المنقار بتاعه سخن ورجليه سخنت. المهم ان انا اديته اللي هو المضاد الحيوي، اي نوع مضاد حيوي بس يكون نوع كويس، بس ما يكونش زياده عن 500. هتحل الازازه بتاعته في 4 سنتي، وكل يوم هتحليه في 5 سنتي ميه، وكل يوم هتديها سنتي في الرجل. طبعا انت بتشتري يا يعني اما حقنه بيطريه او سن بيطري بتدي بيه، يا اما بتجيب اللي هي الحقنه بتاعه التيتانوس اللي هي بتاعه السكر دي، ربنا يعافينا يا رب. بتاخد بشد بقى سنتي وبتديها، عشان طبعا بيبقى السن بتاعها ناعم وصغير، تمام كده. وتاني حاجه بقى، لو انت مثلا مش هتديها حقن، بس هو افضل حاجه بصراحه الحقن. تاني حاجة، بيبقى في علاج السورمانيلا بيبقى ليها كده زي جرعات بودرة كده، تاخدي منها كده بالجرام، تاخدي منها كده بالجرام بتحطيها على المية، بتسقيهم لمدة 3 ايام في الاسبوع، وبعد كده بتفضلي طبعا كل اسبوع تدي 3 مرات. طبعا انت مش بتسقي بقى هي الوحيدة، انت بتسقي جميع الطيور اللي عندك، علشان طبعا مادام ظهرت حالة من دي ممكن تظهر حالة تانية. بس انا هقول لكم اللي حصل عندي، يعني انا بعد ما هي حصل لها كده مفيش بعدها، انا شلتها وجبت لها طبق كده نضيف في ميه، وبدات ان هي تحط دماغها في قلب الميه. اول مره اشوف الموقف ده بصراحه، لقيت البطه بتدخل دماغها في قلب الميه كده. المهم فضلت تشرب تشرب تشرب، وببص بسم الله ما شاء الله، اتلقيتها قامت مشت تاني لوحدها من غير بقى ما تديها حقن ولا اي حاجه. انا كل اللي انا عملته لها ان انا بقيت امسك رجليها واتنيها لقدام، نفس التانية اللي هي بتبقى واقفه كانها واقفه في الارض كده، بقيت افرد لها رجلها واتنيها، افرد لها رجلها واتنيها، وبقيت امسك منقارها كده. المهم بقيت احط وشها في قلب الميه لغايه لما شربت ميه، وبص بسم الله ما شاء الله لقيتها والله مشت لوحدها. بس طبعا كانت ماشيه برضو ما هياش المشيه بتاعتها الطبيعيه، فانا عملت معاها ايه، جبت لها نص، كان عندي برشام 1000، اديتها نص برشامه 500، يعني انا قسمت البرشامه بقت طبعا كده 500، اديتها نص في بقها، حطيت لها نص قرص البرشام. والله معايا على السطح فوق باذن الله، لما اطلع بكره هجيبه لكم واصور لكم الشكل بتاعه والاسم بتاعه وانزله لكم على المنتدى، بحيث اللي حاجه ظهر عنده اي حاجه او النوع دوت من
من المرض ده. ازاي تعرفي ان انت تعالجي الطيور بتاعتك؟ اول حاجة اللي عندك بالبرشامة دي. عاوز اقول لكم يا رب اكون افدتكم. طبعا في ناس كتير بيحصل لها الحاجات دي والبط طبعا بيموت. بس طبعا يعني الحمد لله البرشامة دي جابت معايا نتيجة كويسة جدا، والنهاردة باذن الله لما طلعت برضو السطح كانت البطة كويسة وبتلعب عادي مفيش فيها اي حاجة. اتمنى اكون افدتكم.